إذن نحن متواجدون أمام إقليم الحرس الوطني بتطاوين جديدة. هنا تجددت الاشتباكات بين الأمنيين والمحتجين في هذا الشارع الرئيسي كما تشاهدون أمامنا، وأيضا في التفرعات الجانبية قبلتنا مباشرة على اليمين وعلى اليسار. تشاهدون أيضا قبلتنا تقريبا في محيط الولاية، أيضا في محيط المستشفى على ما يبدو هناك احتجاجات هناك أيضا واشتباكات بين الأمنيين والمحتجين. سامحني. إذا أعيد وأذكر، نحن متواجدون في تطاوين جديدة، مدخل تطاوين جديدة قبالة إقليم الحرس الوطني مباشرة. تواجد أمني كثيف نظرا لأن المحتجين تقدموا إلى هذا المستوى، وهنا تدور اشتباكات بين الأمنيين والمحتجين في التفرعات الجانبية. أعيد وأذكر أيضا في التفرعات الجانبية هناك يوجد أمنيون. يبدو أن المحتجين قد قدموا من البير الأحمر على ما يبدو، أو من الأحياء القريبة من هذا المكان. المحتجين قادمون من مدخل مدينة تطاوين، المدخل في اتجاه يعني من مدينة وتيرة الاحتجاجات. أحد الأمنيين يساعد مواطن على عبور الطريق، يبدو أن المواطن قد أصيب. لا لا، في جحافل جاية من غادي مواطنين. مش غادي، مش غادي، مش نبقوا فيها، ما تقدمش جر من غادي. يا سعد يا زلمة نقدموا من قدام. يا أخي ما شفتوش اللي جايين من غادي؟ جايين مئات من غادي راهو بالحجر. نعيمه ما عادش بلاصه يتبقى فيها هذه. ما عادش تشوف فيا. يجي شدي فيا، شدي فيا، شدي فيا. انت ما عادش نشوف يا نعيمه، راني على الاقل وحده فينا تشوف. امشي. سالك شنو غادي ديري لا لا. نعيمه ابعدي من غادي يهديك. إذا اشتباكات عنيفة جدا بين الأمنيين. يا نعيمة حتى طف حليب ما عندناش. شوف نعيمة وينها، شوف نعيمة وينها، راهي باش تموت غادي. وي سامحني وان. وي. أمان ارجع لي بعد شوي. شوف. ما تدخلش الأمن، هما صادمين على المقرات، شغل ما يحرقوهمش. استغفر الله يا ربي. ماما سعد ما عادش نشوف، وجاعة في معدتي ولد. تعال تعال تمشي غادي. تعال 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 يا وخي. شوف خف، شوف نعيمة ما نمشوش ونخلوها، ما نمشوش ونخلوها. استنى الأمنيين يجروا بشر. باهي شوف نعيمة وينها، شوف نعيمة وينها، راهي باش تورط هيك. يا حجر منا ما نعاد.
يتقدمون بأعداد كبيرة. الأمنيون يتراجعون في محيط مقرات السيادة، المحكمة، المركز الأمن، إقليم الحرس. وجه لي الغاز، امني وجه لي الغاز. هادي دور لك راهب، دور لك راهب. شبيك سعد؟ شبيك سعد؟ بسم الله عليك. خرج فمك، خرج فمك، لا بأس لا بأس. خرج فمك، خرج فمك، ما تخافش. أحد زملاء المصورين سعد الوهابي يساعده الأمنيون ويسعفه الأمنيون بعد استنشاقه كمية من الغاز. كيف تصور يا بنت؟ صور في زميلي. لا ما تعمل شيء، ما تعمل شيء. ما تحكش عيونك يا سعد. ما تحكش عيونك، مش بتتاش 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 بتتاش. ما عادش نصور، أنا والله نشوف نصور ولا ما نصورش. شوفي هكا يا سيدي، شوفي هكا يا سيدي. لا والله أنا عندي كان هيك. يا 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 يا. لا فتك يا ابني. فتك لا فتك. زي ما لك. سعد إجا نبعد وشد فيا نبعد. ندخل لكم، إجا ندخل لكم. يوخي نعيمة ما نديش عليها وين. اسمعني في القصة المباشر لحظة، خاطر مانيش نشوف أصلا وين نمشي. عزيز خويتي